نحن حرقنا اللي خلفه للفاسد وسقطنا هو ومرته واللي بيشد عم شده. عفوا استاذ فادي ما تسخف لي الموضوع لانه كثير دايق فيه انا. فيني انا اطلع انا وياك لعند علي ابراهيم وقول له كم مره انا قايل لك تعال نقول له انا وياك. مخالفات واختلاسات وتزوير. لا كنا عم نعمل نوع من تسوير. للأسف طلع في تدمير و 32 ألف قايد حسابي. البركة الشباب ما مخليين شيء إلا ما عاملينه خلال هالعشرين سنة اللي قاعدين فيه. كباقي المجالات أفسدت السياسة الفن، وتحول بعض الفنانين إلى ضحايا من جراء التدخلات السياسية وتراخي القضاء وعدم المحاسبة. وهنا نتحدث عن اتهامات وشبهات بهدر واختلاس في صندوق تعاضد نقابة الفنانين. بداية أنا عينت بمجلس الإدارة المؤقت من قبل المديرية العامة للتعاملات، لكن نحن كمجلس مؤقت ما قدرنا نستلم مهامنا إلا بعد 3 شهور، وذلك لأنه تمنى مجلس الإدارة برئاسة شكري فخوري أن يسلم الصندوق. معقولة من أكثر من 3 سنين نضل ناطرين حدا يوضع حد ليلي عم بيصير بنقابة الفنانين وبصندوق التعاضد؟ مخالفات واختلاسات وتزوير. أنا تركت لأنه لقيت حالي من خلال مكتبي أنه إحنا عم ندفع مبالغ أكثر ما لازم ندفعها بموضوع التأمين وموضوع النقابة. تعود قضية الصندوق التعاضدي للفنانين إلى عام 2018 إلى حين تعيين الفنان علي رضا في لجنة الرقابة على الصندوق الذي اكتشف جملة من المخالفات المالية والإدارية، وباشرت على إثرها مديرية التعاونيات إجراءات قضائية عدة ضد مجلس الإدارة، وتحركت النيابة العامة المالية فادعت على أمين الصندوق فادي صبحي سعد وعلى المحاسبة في الصندوق هند موريلي. تبين وجود اختلاس لميات ألوف الدولارات، تزوير محاضر ومستندات، عمولات وسمسرات، ميات الأعضاء من غير الفنانين، أجانب وخدم وحشم وسفر وسيارات وديون معدومة، تهرب ضريبة. البركة الشباب ما مخليين شيء إلا ما عاملينه خلال هالعشرين سنة اللي قاعدين فيه بالصندوق. لم تمنع الملاحقات القضائية وزير الزراعة عباس مرتضى الذي تدخل مديرية التعاونيات ضمن وزارته من التدخل، وعمل لإعادة مجلس الإدارة على الرغم من جدية الأدلة والإدعاءات ضد عدد من أعضائه. بدوره من بعد وفقا لتقرير ماري صادر عن الخبير سامي تلج، دعا النائب العام المالي علي إبراهيم على فادي سعد فادي وهند محرم موريلي بالاختلاس والتزوير. يعني فيني انا اطلع انا وياك لعند علي ابراهيم وقول له كم مره انا قايل لك تعال نقول له. هو واحد من الصناديق التي منحت إعفاءات ضريبية عدة تحفيزا لها لتأدية وظيفة الضمان الصحي لقطاعات تعجز الدولة المأزومة عن القيام بها. في المقابل فرضت عليها رقابة إدارية صارمة منعا للتهرب الضريبي أو لأي خلل أو تعسف في إدارتها.